بمرور الوقت تحول الشطر الممتد من تازوت إلى مركونة بالطريق الوطني رقم 31 الرابط بين باتنا وأريس لنقطة سوداء لكثرة الحوادث المميتة. الطريق هذا ديما فيها مشاكل، ديما فيها حوادث. كان من المفروض عم بداو يخدموا الطريق باش دو دوبل فوا، كان من المفروض يكملوه. درك ما على باليش عام ونص ولا عامين وهو راهو هكذا. هذا هو الناس راهي تموت، كل خطره يموت واحد، كل خطره لاكسيدون من هيه ديما. والحل نتاعها هي الطريق لي دو فوا، هذا هو الحل نتاع هذا الطريق ديما. ايه ولي دودان ومام طون. ايه خاطر الناس ما تمشي تمشيش بعقلها. ديما ديزاكسيدون، انا ضربوني هنا. طريق الموت كما يوصف يطالب مستعملوه بضرورة تخصيص مشروع لازدواجيته أو كحل مؤقت وضع مؤهلات على مستوى النقاط السوداء. نطلبوا يديروا لنا الدوبل فوا ولا يديروا لها الدودانات، خاطر هذه كل شهر تدي الأرواح للفيراج هذا، كل شهر يدي الأرواح. وقدمنا اقتراح للسلطات، واقتراح يعني موش يعني خيالي، اقتراح يعني ميداني واقعي يساهم كذلك هو في الحد من هذا، يعني الزاكسيدون اللي راهم يصراو، ولادنا اللي راهم ساكن يعني يموتوا، وكذلك يساهم بك العزله على بعض المنازل اللي راهم يعني في الناحيه الشماليه. التسريع بالمشروع أولوية قصوى للحفاظ على أرواح مستعملي الطريق، وكذلك مكسب للمنطقة لحماية آثارها المتواجدة هناك.